وفي تصريح خاص للتلفزيون المصري أكد رئيس المجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري أن مصر لن تفرط في أي قطعة أثرية تم تهريبها إلى الخارج بطريقة غير شرعية. رسالة مهمة جدا، مصر مش هتفرط في أي قطعة أثرية طلعت بطريقة غير شرعية. هنرجع كل أثرنا على مدار السنوات القليلة الماضية، قدرنا نرجع أكتر من 29 ألف قطعة أثرية. قصة غطاء التابوت ده قصة جميلة، طلعت يمكن أثناء الانفلات في أحداث 2011، تابوت بهذه الضخامة، بنتكلم على 2 متر 94 سنتي طول تقريبا، في أقصى سمك 90 سنتي. لو اتكلمنا على السمك غطاء التابوت في بعض أماكن هي بيصل ل 15 سنتي و 20 سنتي. بنعمل على استرداد أي قطعة أثرية سواء كانت كبيرة أو صغيرة خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، مش بس عشان دي آثارنا، لا ده كمان ده إرث للشعب المصري وللأجيال القادمة، بنحافظ عليه وبنرجع اللي تم تهريبه منه. يمكن كتير من الناس ما قدروش يعرفوا إن الدستور المصري اللي تم الاستفتاء عليه في 2014 كان فيه 3 مواد أساسية بتتكلم عن حماية الممتلكات الثقافية وحماية الآثار والعمل على استرداد ما تم تهريبه منها.